طيب دعاء السفر، نعم، إذا كان كنا مجموعة يجزي يقوله واحد ولا مجموعة يقوله كل واحد؟ إذا كان يريد أن يدعو لهم لا بأس، يعني يقولهم يسمعون ويؤمنون لا بأس، لأن الله تعالى قال لموسى لما قال ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، الذي يقوله موسى، قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما. قال العلماء تفسير هذا أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن. نعم، لا بأس إن واحد يقوله، وإن قالها كل إنسان منه هذا فلا بأس.